مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أسبوعية جديدة من برنامج الحالمة، وفيه نتناول القضايا والموضوعات التي تهم الشارع في تعز، نبحثها ونناقشها مع المسؤولين والمختصين، نستمع إلى إيضاحات بشأنها. نجول تعز لنتعرف على أجواء العيد وكيف يقضي الناس الإجازة بهذه المناسبة، كما سنتوقف وإياكم على بصمات أبطالها مجهولون يعملون خلف الكواليس لمواجهة الوباء المستجد، فأهلا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة: في مواجهة كورونا، المختبر المركزي بتعز يضاعف الجهود للكشف عن حالات الإصابة ويجدد الدعوة لتزويده بمحال للفحص. مع إغلاق الحدائق والمتنزهات في المدينة، وادي الضباب يتحول إلى متنفس لقضاء إجازة العيد في تعز. علا حسان مخبرية تحترف العمل على جهاز البي سي آر وتختص بتحديد نتائج فحوصات كوفيد 19. مشاهدينا، يعمل المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة والسكان بتعز على مدار الساعة في ظل تفشي الوباء المستجد، ويقوم المركز بإجراء الفحوصات اللازمة للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا وتأكيد نتيجتها سلبا أو إيجابا. ورغم أهمية عمل المختبر مع تزايد تفشي الوباء، إلا أن الكادر العامل يشكو نقص المحاليل التي تمكنه من أن يطلع بدوره في فحص الحالات المشتبه بها، خصوصا مع تزايد الحالات المصابة في المحافظة. مبنى المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة والسكان بتعز، وقد ظلت أبوابه مفتوحة حتى في إجازة عيد الفطر لاستقبال العينات للمشتبه إصابتهم بكوفيد 19 وإجراء الفحوصات عليها وصولاً لتحديد النتيجة. نشتغل بالوقت الحالي بالبي سي آر بفحص الكورونا، هو منتشر هذه الأيام. في ضغط على المختبر المركزي من ناحية نقص المحاليل، على يعني أكثر الحاجات ناقصة داخل المختبر المركزي. وعلى الرغم من أهمية عمل المختبر في تشخيص جملة الأمراض وتحديد نوعية المرض، إلا أن هذه الأهمية تزايدت في الفترة الأخيرة مع ظهور وباء كورونا الذي شكل هاجساً يؤرق العالم، واضطر العاملون في هذا المختبر إلى تحمل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم في إجراء اللازم من التحاليل والفحوص رغم الأذى الذي ألحقه الفيروس بالكادر الطبي في كثير من بلدان العالم. إحنا نفعل بجهودنا الذاتية حتى لو ما فيش دعم أو شيء، يعني إحنا نفعل كل ما فيه من طاقة لنا لفيروس كورونا، وهذا واجبنا يعني. يشكو المركز الوطني للمختبرات، وهو الجهة الوحيدة المخولة بتحاليل وفحوص الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا في تعز، من خذلان منظمة الصحة العالمية التي عملت على مد المركز بخمسين ماسح من المحاليل فقط، وهو ما يقف عائقاً أمام قيام المختبر المركزي بتوسيع وشمولية الفحوصات في ظل تفشي الوباء، مشيراً في هذا الصدد إلى أن تعز بحاجة إلى 100,000 مسحة من محلول جهاز بي سي آر بالنظر إلى عدد سكانها البالغ 4 ملايين نسمة. هذه المحاليل تأتينا من منظمة الصحة العالمية وبالتواصل معهم بشكل مستمر، إلا أن كمية هذه المحاليل تأتي إلينا منهم قليلة، نريد تزويدنا بمحاليل كثيرة من وبجينات البروب مختلفة. الآن أعطونا المحاليل بدون إرسال البروب، قد نتوقف بعد عمل 50 عينة أو 60 عينة ينتهي علينا الجين وينتهي البروب، تصبح هذه المحاليل بدون فائدة.
يشار إلى أن المركز الوطني لمختبرات الصحة بتعز يضم العديد من الأقسام التي تعمل في خدمة المرضى، ومنها على سبيل المثال أقسام الدم والأنسجة والفيروسات والهرمونات والجراثيم والكيمياء وغيرها من الأقسام. وللوقوف على أهمية المختبر المركزي في ظل تفشي وباء كورونا، يسعدنا أن نستضيف مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة بتعز والناطق باسم لجنة الطوارئ بالمحافظة دكتور أحمد منصور. أهلا بك دكتور معنا. يبرز أهمية المختبر المركزي من دوره المحوري في تحديد الحالات المصابة من خلال إجراء الفحوصات الدقيقة. أولا لو تضعنا في صورة الكيفية التي يتم فيها تحديد الحالات المصابة بالفيروس، وكيف تجري عملية الفحص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عملية الفحوصات وعملية التحري عن انتشار الوباء في محافظة تعز يتم عن طريق أخذ عينات من الناس المصابين والناس المخالطين للإصابات في المحافظة عن طريق فرق الاستجابة المنتشرة في كل مديريات محافظة تعز. يتم قلب هذه العينات إلى المختبر المركزي عن طريق مساحات خاصة تحدد أو تحافظ على هذا الفيروس حيا داخل هذه الأوساط الناقلة لهذا الفيروس. يتم في المختبر إجراء التحاليل باستخدام تقنية PCR والتي تظهر المصاب من غير المصاب. لكن ما هي إمكانات المختبر المركزي لإجراء اختبارات الحالات المشتبه بها، خصوصا وأن هناك حديث عن نقص في المحاليل الخاصة بعملية الفحوصات؟ هذه هي المعضلة والمشكلة الحقيقية التي نواجهها في محافظة تعز وفي كل المحافظات. فعلا لدينا نقص شديد أولا في عدد المساحات المتواجدة في محافظة تعز. لدينا في البداية كان في نهاية شهر أبريل كان لدينا 20 ماسحة فقط لأخذ العينة، يعني لا نستطيع أخذ أكثر من 20 عينة من الحالات المشتبهة بكوفيد 19. قمنا بعمل معالجة لهذه المساحات وتوزيعها إلى كل واحدة من هذه المساحات، استفدنا منها إلى 3 مساحات. أي قمنا بتقسيم هذه المساحات لأنها هي ضرورية لعمليات الفحص. بعدها طالبنا منظمة الصحة العالمية، طالبنا الجهات المعنية، طالبنا المنظمات في محافظة تعز لضرورة توفير مساحات حتى نتمكن من أخذ أكبر عدد من الحالات المشتبهة والمصابة. نعم، وهل تم توفير هذه تم توفير 50 مسحة أخرى. وهذه من قبل أي جهة؟ من منظمة الصحة العالمية. وزارة الصحة في عدن ما دورها في هذا الجانب؟ هي المنظمة الصحة العالمية هي اللي تدير العمل في ظل الوباء وفي ظل ما تعانيه اليمن من حروب ووقوعها في تحت وصاية البند السابع، وبالتالي لازم انه المنظمة الصحة العالمية هي المتكفلة والمعنية بهذا الوباء. إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، كم عدد الحالات التي تم إثباتها مخبريا الحالات المصابة بفيروس كوفيد 19؟ إلى الآن عندنا إلى اليوم 40 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19 من العينات التي تم أخذها وبحسب الإمكانيات التي يمتلكها المختبر المركزي. لو تم سحب أكثر عدد سيتم ظهور أكثر عدد أيضا من الحالات المصابة في محافظة تعز. كيف يمكن التأكد من الحالات المصابة دون أن تكون النتيجة خاضعة للتغيير أو النقض؟ كيف يتم التأكد؟ التأكد هي في العالم كله طريقة واحدة أولية وهي طريقة PCR، لا يوجد غيرها في العالم، ثم تنتقل بعدين إلى طريقة عمل سات سكان أو أجهزة مقطعية محور طبقي لكل الحالات. نعم. ولا يتوفر في محافظة تعز جهاز محوري لدى المستشفيات الحكومية للقيام بعمل مسوحات أو أشعة مقطعية لكل من يعاني من التهابات رئوية. ما هي الجهود والاستعدادات التي تبذلونها لمواجهة محتملة مع تفشي الوباء في تعز في ضوء تحذيرات منظمة الصحة العالمية؟ احنا نبهنا كثير وكتبنا كثير من المقالات على انه قد نواجه بعد العيد مشكلة حقيقية وتفشي حقيقي لوباء كورونا في محافظة تعز.
أولا الإهمال الذي كان حاصل في العشر الأيام الأخيرة من شهر رمضان، تزاحم الأسواق، عدم التزام الناس في التباعد الاجتماعي، وبالتالي عدد الحالات توقعنا أن تزداد. فعلا خلال شهر كان لدينا عدد 32 حالة فقط. بعد رمضان في يوم واحد اكتشفنا 8 حالات في يوم واحد. لو قارناها بالأيام الأولى كل يوم حيأخذ حالة، بينما في بعد العيد كل يوم أخذ 8 حالة، والعدد في تزايد، ولو تم سحب أكثر عدد سيكون هناك أكثر حالات منتشرة. نعم. في محافظة نعم. الكادر الصحي والطبي عموما هم أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، ما هي الإجراءات الوقائية التي اتخذتموها في المختبر للعاملين في المركز وحمايتهم؟ بحسب إمكانيات المختبر والدعم الذي حصل عليه البسيط من منظمة الصحة العالمية، وحصلنا على كميات بسيطة جدا من وسائل الحماية الشخصية، إلا أننا بحاجة كبيرة إلى وسائل حماية شخصية متوفرة بشكل كبير في المختبر. الذي يحمي العامل الصحي هو ارتداء الوسائل الحماية الشخصية وتعلمه كيف يرتدي هذه الوسائل وكيف يخلعها. كيف تجدون حالة التقبل الشعبي للفيروس كورونا؟ هل هناك اقتناع بهذا الوباء خصوصا في ظل حالة الإنكار الكبيرة لدى كثير من الناس لهذا الوباء، ومدى إقبال أيضا الناس على المختبر لإجراء الفحوصات خصوصا يعني وأن هناك حالة من التكتم عن هذا الفيروس والإجراء يعني لجوء الكثير من الناس إلى العلاج في المنزل؟ كثير من أوساط المجتمع يشوبهم نوع من إنكار لهذا المرض حقيقي، فيعود لعدة أسباب، إما لخوف على انقطاع أرزاقهم وخروجهم اليومي للحصول على الأرزاق، فهم يخافوا ويظلوا منتشرين في الأسواق وينكرون وجود هذا الوباء. الوباء موجود وقد يتحول إلى كارثة لا سمح الله إذا ظلينا في هذا الإهمال وفي هذه الطريقة. يجب احنا قلنا انه يجب ان نتعايش مع هذا المرض، والتعايش مع هذا المرض لا يعني ان نمرض ونظل في البيوت، يجب ان نتخذ كل الاجراءات الاحترازيه للوقايه من هذا المرض. رساله اخيره في هذا اللقاء ولمن توجهها تحديدا؟ نحن في المختبر المركزي نوجهها الى كل انسان يصاب باعراض جهاز تنفسي، هناك أرقام معينة يجب الاتصال بها فورا. سيصل الفريق إلى البيت لأخذ العينة، سيصل الفريق إلى البيت لوضع الإرشادات والاحترازات اللازم وضعها في البيت. الحجر المنزلي أو العزل المنزلي هو أهم نقطة بالنسبة للمريض أو الإنسان الذي يعاني من أعراض خفيفة أو متوسطة. يجب أن يبقى في المنزل ويتخذ الإجراءات، لكن يجب أن يكون تحت علم السلطات الصحية. نعم. دكتور أحمد منصور مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة بتعز والناطق باسم لجنة الطوارئ بالمحافظة، شكرا جزيلا ضيفنا في هذه الفقرة. مرحبا بكم من جديد. فضلت كثير من الأسر الخروج إلى متنفسات خارج مدينة تعز بسبب المخاوف من الوباء، وشهد وادي الضباب القريب من المدينة إقبالا كبيرا من قبل الراغبين في قضاء إجازة العيد بعيدا عن التجمعات والأماكن المزدحمة. نتابع. حركة متسارعة للمركبات على هذا الطريق، وهو الخط الرئيس المؤدي إلى وادي الضباب. يقصد هذا الوادي القريب جداً من مدينة تعز الآلاف من قاطني المدينة الذين يذهبون إلى هذا المتنفس للتنزه في فضاء من الخضرة والأجواء الجميلة لقضاء إجازة الأعياد. في هذا الموسم وبعد أن أغلقت السلطات المحلية في مدينة تعز
الحدائق والمتنفسات في إطار التحوطات الخاصة بمواجهة وباء كورونا. ضاق الناس درعاً، وهم الذين اعتادوا سنوياً على الذهاب إلى الملاهي والحدائق، ولما لم يكن لهم ذلك في هذا العيد قرروا الذهاب إلى خارج المدينة وأقبلوا على المتنفس فرادى وجماعات. أصبح وادي الضباب متنفس ليجد الشخص مع أطفاله مع عائلته أماكن مناسبة في ظل التباعد الاجتماعي، أماكن مناسبة، الأجواء مناسبة، الأجواء العيد تزامنت مع أجواء مع موسم الأمطار، يجد الشخص مكان مناسب وجو مناسب لقضاء إجازة العيد. تقل الحافلة الصغيرة هذه ما يقارب 15 طفلاً من أسرة واحدة، وفي تفكير كل واحد منهم سؤال وربما أسئلة عن أين سيلعبون وبماذا، وهل سيجدون أقراناً لهم يشاطرونهم الفرحة للتسلية في هذا الفضاء المفتوح؟ في هذا المكان وحيث أشجار الجوافة والمانجو، وجد هؤلاء الأطفال متسعاً للعب والتفسح، فها هم يسرحون ويمرحون بين الظلال والأنداء ويغسلون همومهم، ومعها حصار كورونا الذي أجبرهم لزوم البيت، وانتصروا عليه في رحلتهم إلى وادي الضباب. عشرات وربما مئات الأسر تجد نفسها وقد حلت ضيفاً على هذا الوادي، فتنصب بعضها خياماً ويستريح آخرون تحت ظلال شجر الوادي الوارفة بعيداً عن أجواء المدينة وضوضاء الحياة فيها وحتى عن هم كورونا. في ظل ما تعاني المحافظة من انتشار الفيروس كورونا وإغلاق المتنفسات والمتنزهات في المدينة قبل صبير والحدائق وغيرها، لا يوجد غير الضباب، هذه المناطق الطبيعية التي يعني يتنزه فيها الناس مع عوائلهم أطفالهم ويعيشوا أجواء العيد في ظل تباعد اجتماعي أيضا. لقينا المنتزه الوحيد المتوفر بمدينة عز كامل هي الضباب، الأماكن كلها مغلقة، الحمد لله الجو حلو والمكان متسع ما فيه شيء. مع سفينة الصحراء يقضي الصغار متعتهم، يمتطونها للركوب على ظهورها، ومع ذلك هم يتفكرون في كيف أنيخت لهم حيوانات بهذا القدر من الضخامة حين استطاعوا قيادتها في مشهد قلما اعتادوا على رؤيته. بينما يتخطى الصغار على أعواد الشجر اليابس جداول الماء الصغيرة، يعمل الفلاحون على أرضهم ويحرثون الأرض ويضعون البذر على أمل أن تغل لهم ويحصدون مما يزرعون. وبينما يستمتع هؤلاء برؤية الأرض التي يترنم المزارع بأنه فلاحها والبتول، ينظر آخرون إلى عمل آلة الحراثة وهي تشق الأرض، ولعلها أعمال الفلاحة التي يتعرف الكبير والصغير من خلالها على قيمة الأرض وماذا يعني ارتباط الفلاح والاعتناء بها. لا تتم الزيارة إلى وادي الضباب دون أن يحرص المصطافون على تجديد حيويتهم وإعادة النشاط، لذا فهم ينتهزون روعة الأجواء ليمارسوا هويتهم المفضلة في لعب كرة القدم،
حيث تتسع الأرض هنا على خلاف المدينة لممارسة مختلف أنواع الرياضة والاستمتاع بها مع الأصدقاء والأقران. كثيرون هم الذين يبذلون جهوداً مع جائحة الوباء المستجد كوفيد-19، ففي المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة ثمة كادر من الجنود المجهولين الذين يعملون ليل نهار على أجهزة PCR لفحص الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا وإظهار النتيجة. في هذه الفقرة سنسلط الضوء على علا عبد حسان التي تعمل على جهاز PCR، ونتعرف من خلالها على مراحل الاختبار وصولاً إلى تحديد النتيجة. مرتدية بزتها الواقية وهي تمارس عملها بحنكة وانتظام رغم علمها بمخاطر عدوى انتقال الفيروس، علا عبد حسان الطبيبة المختصة في قسم PCR في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة والسكان بتعز، وهي التي تعمل على هذا الجهاز تمعن النظر في المؤشرات، وهي القراءات التي تحصل خلالها على نتيجة العينة التي يتم فحصها للتأكد من وجود إصابة بكوفيد-19 من عدمها. مرحلة PCR روم اللي تم فيها ابليكيشن اللي هي مرحلة التضاعف، طبعا الجهاز نقوم ببرمجة المتصل بجهاز كمبيوتر، نقوم بإدخال عينات وبرمجة جميع الأسماء على حسب المناطق الموجودة في الجهاز. طبعا نستغرق عملية الفحص حوالي ساعتين ونص، من ساعتين لساعتين ونص، بعدين نقوم بتحديد الحالات الإيجابية من الحالات السلبية. تعتبر مسألة مراقبة مؤشر جهاز PCR آخر مراحل اختبار العينة من الشخص المشتبه إصابته بكورونا، غير أن مراحل أخرى تسبق العملية التي تبدأ منذ وقت أخذ الماسح ووضعه في محلول الاختبار. أول مرحلة تنفيذ هي مرحلة الاستخلاص اللي نقوم أول حاجة بعزل الفيروس، استخلاص الحمض النووي اللي هو RNA، وتم طبعا بعدة خطوات، نقوم بعدة خطوات حتى بالأخير نحصل على الRNA الخاص بالفيروس. بعد ذلك نقوم بالمرحلة الثانية اللي هي بغرفة المستر ميكس، اللي نقوم بتحضير المحاليل، طبعا عمل خليط من المستر ميكس من جميع المكونات التي تعمل على تكاثر الحمض النووي للRNA. رغم إدراك علا لمخاطر العمل في المختبر في ظل انتشار الوباء، إلا أنها تعتبر ما تقوم به مسؤولية مهنية وإنسانية وقبلهما واجب وطني. والله أني أشوفها من جميع النواحي، واجب ديني وواجب وطني. يعني إحنا بالمرحلة هذه لو إحنا ما وقفناش بالمواقف هذه، مستحيل إحنا بنوقف مواقف أكبر من كده. فهذا الشيء صح وخطير، بس من نفس الوقت احنا ضروري نأدي واجبنا في هذا بالذات هذا الوقت. تعتبر علا واحدة من 8 أفراد يتناوبون للعمل على جهاز PCR في المختبر المركزي، وتقول إنها تلقت دورات للعمل على هذا الجهاز الذي يلعب دورا مهما في الكشف عن الإصابات بكوفيد-19. أخذنا دورات في عدن، أخذنا دورات في صنعاء عن طريقة شغل PCR، لكن في فيروس كورونا أخذنا دورات قبل رمضان كانت في عدن. تعتبر علا التحوط أثناء العمل من أسس المهنة في هذا العمل، فإضافة إلى التعقيم تقوم بارتداء الكمامات والبزة الخاصة والجلوفزات، إضافة إلى غطاء الوجه. المخاطر كبيرة، يعني الواحد المفروض أول ما يدخل ضروري يكون في عدة احتياطات أو احترازات، مش عشان الشخص نفسه، عشان الشخص كمان لما تخرج. يعني احنا في اجراءات وقائيه، في PPE اللي هو ادوات الوقايه الشخصيه، ان انت تتغير كامل. ويعاني المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة والسكان من ضغط العمل بسبب تفشي الوباء في تعز وقلة المحاليل التي تقدمها منظمة الصحة للمختبر المركزي في المحافظة. هذه الفقرة مشاهدين الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. دمتم ودام الوطن بألف خير. أعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسمع.
مدينتي نعم المال.